نتواصل معكم مشاهدينا، وفقرتنا الآن هي فقرة تصميم للأزياء مع براءة أبو علين. مظبوط براءة، أهلا وسهلا فيك. أهلا، تسلمي، شكرا لك. براءة خريجة الجامعة الأردنية، لسه صبية صغيرة، لكن أنت مشيتي في تصميم الأزياء. إحنا راح نشوف هلا من أزيائك، وهذا التوب كمان أو البلوزة من كمان تصميمك. مزبوط. فشو حكايتك مع الأزياء؟ متى بلشت ولسه أنت صغيرة يعني؟ الأزياء أنا بلشت معها فيها لما كنت طفلة بسن المراهقة، بلشت أني أحب أعمل أشياء لإلي وتصاميم خاصة لإلي. فصحباتي وأهلي حكوا أشياء حلوة وأنه كتير حلو ومرتب، فإنه شو رأيك أنك تبلشي تمشي بهالطريق؟ فلقيت دعم كتير من صحباتي ومن أهلي، فأنا كملت فيه وحبيت ألبس كل الناس ذوقي يعني. هلا كيف في البداية يعني، في مين استعنتي؟ كيف بلشتي تصممي الرسمة، الشكل؟ كيف بيجيكي شكل القطعة؟ هواية، خلص هيك هواية بتكون، بتخيل الإشي وبرسمه فبعمله بحب أطبقه على الأرض الواقع يعني. نحكي مثلا هاي واحدة من القطع اللي من تصميمك، نحكي عنها شوي. هاي بالحبر، بالحبر. اوكي، بقماش الحبر حبيت ادمج الوان. طبعا اللون نيلي والاورنج، نيلي والاورنج. هاي قطعه ثانيه. يعني شوفي كم الصبايا هلا هاي القطع يعني ممكن يلبسوها على الجينز، على بالزبط يعني على اللبس السبور، وهي بتعطي تراث، بتزبط بالليل وبالنهار. بالليل وبالنهار. هاي اي تي واي، مريحه ومناسبه لجميع الاوقات يعني. الالوان كيف بتختاريهم؟ بتنسجم مع بعض حسب ايش اللي هلا نازل موضه الوان على السوق، وبحب انا اعمل عليها. والالوان هلا شتويه لانه احنا فايتين على الشتاء. الالوان الشتويه هلا ايش اكثر شيء من اللي راح يكون يعني يطلع لنا الوان؟ نيلي، الزيتي، الاحمر، الخمري. هاي الالوان هلا دارجه كثير بالسوق. كثير حلو، كثير حلو. الاصفر. نحكي على مثلا مين من المصممين العرب او العالميين انت بتحبي تصميمه، بتاخدي منه بعض شغلات؟ انا بحب الي صعب التصاميم. الي صعب. الي صعب تصاميمه كثير حلوه وكلاسيك يعني، وفيها نوع من انواع الرقي. طيب احنا هلا رح نشوف قطعه هاي كثير حلوه ولونها كثير حلو، تشرحي لنا عنها شوي. هاي كاب بتلبسيه بجميع كمان الصبح او بالليل على جينز، او على بيكون كلاسيك بتلبسيه على بنطلون. هاي حبر وفيها التطريز الاصيل يعني تطريز الحبك. هلا في اتجاه للصبايا ياخذوا هيك قطع كثير بحبوا هاي. هو اهم شيء انه الدمج بين الاصاله والمعاصره بالقطع تبعهم. كيف بتحاولي تغيري في القطعه؟ مثلا تحافظي على التراث يضلوا زي ما هو، بس تطوري عليه، كيف بتلعبي في هاي الامور؟ شو بتضيفي؟ ايش بتزيدي عليه؟ هلا انا بكون عندي مثلا قطع، بشوف هلا شو موضه البنات، ايش بحبوا، شو ميولهم، بحب ادمج الأشياء التراثية اللي من أصلنا على هاي الأشياء عشان نضل نحافظين عليها وتضلها مستمرة. ما شاء الله عليك يعني صغيرة وهذا كله تصميمك. طيب نحكي على هاي كمان، هاي كتير حلوة. هاي اتي واي، دمجت فيها الأبيض والخمري، هلأ الخمري عشان الشتوية كمان. شوفوا كم هاي القطع سهلة، يعني مثلا هي لابسة تحتيها الليجنز والتوب بس، ما في شيء ثاني. بالضبط، سيمبل بس بنفس الوقت إليجانت، بتحسيها انه شيء فخم. تلبسي قطعه مرتبه مش انه، وهي بمتناول جميع الناس يعني. بتراعي براءه مثلا شكل الجسم؟ بتراعي اذا ناصحه مليانه؟ طبعا. اذا نحيفه؟ طبعا. اذا بيضه؟ اذا سمره؟ انا بقطعي بحاول انه يكون يناسب جميع الوان البشره وجميع الجسم، يعني كانت نحيفه او ناصحه بيكون يناسبها ويناسب جسمها بالموديلات والستايلات اللي انا بعمل. شوفي هاي عجبتني، هاي حلوه. هاي حلوه وغريبه.
بس هاي بدها جسم صح. كثير حلوة وغريبة بتطلع، كثير حلوة وألوانها على فكرة. اللي بده يتواصل معك مثلا عاجبه قطع بده يتواصل معك كيف؟ لك صفحة على الفيس؟ عندي براءة ديزايننج، بحط فيها قطعي دائما أول بأول. طيب كثير حلو. مين بتحبي تلبسي؟ بحب ألبس جميع الأعمار وجميع الشباب الصبايا والكبار بالعمر، وبكون متناول بإيدهم، بس أكثر ناس يعني بحب ممكن إن شاء الله يعني الملكة رانيا. ما شاء الله عليك. طيب جمعة بس ناخذ آخر قطعة صبية بس بسرعة إذا ممكن. هاي تقريبا بتشبه القطعة هذيك اللي شفناها الأخيرة، بس من ورا بتختلف شوي أطلع. وعملت فيها الفوشي والذهبي. كثير حلوة ولونها حلو. كثير حلوة. طيب براء أبو علين مصممة الأزياء، أهلا وسهلا فيكي. شكرا لك. مسرورين بتواجدك معنا، وأنا مبسوطة إنه صبية صغيرة هيك عندها هذا الفكر وهذا الوعي. أنت تخصص إدارة؟ إدارة أعمال. إدارة أعمال، فأنت يعني استغلي هذا الموضوع لإدارة مشاريع إن شاء الله مستقبلية لك. هذا التوب الأخير إحنا بنشوفه، أنا راح أنهي الحلقة. شكرا براء أبو علين مصممة الأزياء، يا هلا فيك. مشاهدينا وصلنا احنا وياكم لنهاية حلقتنا لهاليوم. نهار طيب ان شاء الله، بيحمل لكم وللوطن كل المحبة والخير والأمان والسلام. أجمل تحية لكم من فريق عمل برنامج يوم جديد، من المخرج جمعة صمادي الله يعطيك العافية أبو عدي، ومن تمارا النهار المعدة في البرنامج، ومني لانا العطيات أجمل تحية وإلى اللقاء.